والله 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 يا ست الكل، انا غلبت معاهم غلبت. يعني بصي، لو ايامك سودة هتبيض لو استخدمتي الوصفه دي. يعني بقطع عيشي بايدي عشان مصلحتكم. انا كل ما اقول التوبه يا بوي يطلبوا مني الجماهير ان انا ابص على فيديوهات واعمل عليها رياكشن واقول رايي فيها، فانا قررت اضحي بجزء من صحتي واتفرج على فيديوهات اللي انتوا بتبعتوها لي على الانستجرام او على التيك توك واقول رايي فيها. يلا نخش في الموضوع على طول. بغض النظر بقى والله ما بصيت ولا هبص على ايه اللي هو بيقوله. يعني هو ترند، صوت ترند فبيعملوه وبيرمي اي حاجه على الشاشه. طبعا التفاصيل في الوصف، فتقعدوا تصوروا في التفاصيل والفيديو يتعاد كذا مره، فده يجيب ريتش اعلى، يجيب ملايين مشاهدات. عشان جايب ملايين مشاهدات تفتكر ان الكلام صح، فكل الناس تتفرج وتجرب وتعك وبشرتها تبوظ وتيجي العياده وتكشف وتدفع لنا فلوس واحنا في الاخر مستفيدين. شكرا يا دكتور، حضرتك بتنفعنا جدا. لو عايزين ما تصرفوش فلوسكم على الدكاتره، ما تسمعوش الكلام اللي بتشوفوه في الفيديوهات من النوع ده. يعني بقطع عيشي بايدي عشان مصلحته. اللي بعده، جميلك ده فوق دماغي من فوق. يعني ايه الكيس ده يعمل كده في بشرتك؟ النضاره يعمل ايه في بشرتك؟ فلتر يحط عليه؟ لا لا لا، الله اعلم. يعني انا بخمن عمل ايه في بشرتها بقى. نشوف، طلعت هنا ومخبين عليه، تعالوا كده نشوف الماسك ده بيتعمل في كيس الخميره. النضاره ده مصر كلها بتدور عليها. معقول وانت لقيتيها؟ برافو عليك، الله ينور. بس هل نوع الخميرة ده ولا اي نوع خميرة؟ يعني هي بتساعد على ترطيب الجلد جدا وبتمنع اي ظهور علامات تعبيرية وبتجدد كمان خلايا الدم البيضاء. حطت عليها بيض، خميرة وبيض، هتعمل الكيك. كل اللي استخدمته في الموضوع الخميرة الفورية وبياض البيض، وهنا كده حطيته على وشي. جماعة انتوا شايفين الجلو اللي في البشرة؟ شايفين الفلتر الجلو اللي في البشرة؟ طب يا جماعه، انا ما انصحش طبعا اي حد يعمل كده، خميره ولا بيض ولا نشا ولا الكلام الفاضي ده. قبل كده عملنا رياكشن على فيديو جاب بتاع 4 مليون مشاهده، برده بتتكلم على الخميره وبتقول لك ميه الورد وبتاع. 3 ارباع الكومنتات كانت بتتكلم عن قد ايه الخميره بوظت لهم وشهم وعملت لهم التهابات ودود، حاجات غريبه كده. يعني عايزين النضاره، انا لقيت النضاره فين؟ واقي الشمس والمرطب ونحافظ على وزننا. عندك مشكله روح للدكتور. سلام عليكم. سلام عليكم. ايه اللي بعد؟ استخدام مرارة الماعز او الخروف لعلاج مرض البهاق. يا اسطى، مش كان صفار البيض من كام شهر هو الترند على والله خلاص الناس كلها جربت صفار البيض وعرفت ان هو اشتغاله، فدلوقتي طالعين بحاجه جديده. سبحان الله، البهاق ده بيطلع له علاج كل شهرين اهو. هم اللي الدكاتره تعبين نفسهم في الابحاث والدراسات وعمالين علاج بيولوجي وادويه جديده واكزايمر ليزر وبتاع. يا اي حد يبص على الصوره دي وما يبقاش متاكد وواثق كل الثقه ان ده فلتر، محتاج تراجع علاقتك بالسوشيال ميديا. ده فلتر يا معلم، ده ما عندوش بواق، ده فلتر. سبحان الله، ده من غير فلتر بقى. يعني هو ما خفش من البواق ولا حاجه، هو قفل الفلتر. مراره الماعز يا جماعه، ولا صفار البيض ولا الحاجات دي، ما بتعالجش البواق ولا حاجه. تمام، البواق له علاجات معروفه كتير قديمه، وفي علاجات جديده ظهرت، العلاج البيولوجي، جلسات، وفي اكزايمر ليزر، حاجات كتير جدا ظهرت. لو عايزين التفاصيل خشوا على قناه اليوتيوب عندي، في سلسله كامله عن البواق، اسبابه وعلاجه والعلاجات الجديده والتفاصيل كلها موجوده عندي على القناه. بحر معلومات هتفيد اي حد مريض بالبواق او يعرف حد مريض بالبواق. اللي بعده، شوفوا اعمارهم. عرفتوا ليه رياضه مهمه تبقى لايف ستايل مش مرتبطه بالدايت؟ ايه ده ايه ده الاعمار دي؟ ما شاء الله، الله اكبر. معايا ناس في الجيم اعمار كده برضو، ستينات وخمسينات وكده، وما شاء الله عليهم بجد، بيعملوا حاجات انا ما اعرفش اعملها. فيعني الرياضه ملهاش سن يا جماعه، هي استمرار، اسلوب حياه. الرياضه والاكل الصحي ده اسلوب حياه، مش حاجه كده اسبوعين واريح. انت حماده قاعد في بيتكو كرشك قدامك 3 متر ومكسل تنزل الجيم مره في الاسبوع، مش عايز تسيب الحاجه الساقعه من ايدك، كل شويه تجيب كيس شيبسي عالي وتقعد تاكل فيه لوحدك. شايف؟ شايف الناس؟ المفروض تشوف الكلام ده دمك يسخن كده ويتحرق وتنزل انزل الجيم يلا. دكتور طارق، احنا هنخيرك ما بين حاجتين وتختار حاجه ما بينهم. ماشي. واقي الشمس ولا سيرم فيتامين سي؟ واقي الشمس. انا موافق، نختار معاه بقى. شوف هما واقي الشمس ولا النياسينامايد؟ واقي الشمس. واقي الشمس. الشمس ولا هيالورونيك اسيد؟ واقي الشمس. الشمس ولا حواوشي الربيع؟ ده اختيار صعب. واقي الشمس.
هو اختيار صعب بصراحه، مع اني ما دوتش حواشي ربيع، بس واقي الشمس برضه. الشمس ولا سان سكرين؟ واقي الشمس. لا هم نفس الشيء يا دكتور. بس هو في يعني هو انا فاهم ان هو في يعني. عشان اريحك لو خيروني ان في حاجه هتكمل معايا من السكين كير روتين هختار واقي الشمس. لو صحيت الصبح كنت مستعجل ومفيش وقت ان انا احط كريم ترطيب هستخدم واقي الشمس. لو حد عايز نصيحه جلديه معتبره هقول له يلتزم بواقي الشمس. لو حد ملتزم بواقي الشمس وعايز نصيحه جلديه معتبره برضو هقول له يجدد واقي الشمس. والله كلام 10 على 10 بجد. الله ينور يا دكتور طارق بجد. يا جماعة اللي مش متابع دكتور طارق يروح يتابع دكتور طارق دلوقتي حالا، يعمل له فولو. من الناس الجميلة جدا اللي بتقدم محتوى دمه خفيف يمكن اكتر مني، ومفيد جدا 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 يعني. انا شخصيا متابعه يعني، بحب اسمع الفيديوهات بتاعته بتضحكني. الشمس للوش، واقي الشمس للرقبة، واقي الشمس للايد، هو كله جلد. هو كله جلد فعلا يعني، كله محتاج واقي الشمس مش الوش بس. وشك هتحافظي عليه وايدك تعجز كله جلد. بس يا دكتور في ناس بتسال على ان واقي الشمس مسطر وممكن يكون مضر. واقي الشمس لا حضرتك ده سؤال. واقي الشمس يا جماعه بيحمي من السرطان، يعني التعرض لاشعه الشمس اكبر عامل خطر بيزيد من احتماليه الاصابه بسرطان الجلد بانواعه. واللي مش عايز بشوقه تطبق الشروط والاحكام. على رايي والله اللي مش عايز بشوقه هيلف يلف ويروح لدكاتره الجلديه بعد التجاعيد ما تطلع والبشره تبوظ ويقول يا دكتور الحقني من الكلف والتصبغات والتجاعيد وحقن وفيلر. طب ما واقي الشمس من الاول. تحيه لدكتور طارق. اللي بعده، انت ازاي عايزه ما يطلعلكيش حبوب وانت بتعملي الست غلطات دول كل يوم؟ اول غلطه وهي ان انت بتستخدمي الكريمات دي، فيوسي كورت، فيوسيدين، بيتاديرم، كل الحاجات دي طبعا هي غلطه، دي كارثه. بيتاديرم وفيوسي كورت والحاجات دي، اولا بيتاديرم وفيوسي كورت فيهم كورتيزون شديد المفعول. اول ما بتديني كورتيزون يا ست الكل بتحسي ان بشرتك هديت شويه، ولكن على المدى الطويل ده بيزود جدا من افراز الدهون ومن تكاثر البكتيريا اللي بتسبب الحبوب. تاني غلطه وهي ان انت ما بترطبيش وشك كويس، بتقولي انا وشي دهني واصلا عندي دهون زياده فما فيهوش جفاف. البشره الدهنيه محتاجه ترطيب زي بشرة عادية، بالذات بعد ما تغسلي وشك، لان بعد ما تغسلي وشك انت شلتي كل الدهون الطبيعية اللي وشك افرزها. ففي خلال 3 دقايق لازم تديني مرطب مناسب للبشرة الدهنية عشان بشرتك ما تعوضش الجفاف ده بان هي تفرز دهون اكتر من الاول عشان تنقذ ما ممكن انقاذ، فبالتالي حبوب اكتر. تالت غلطة، بلاش 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 ماسك قشر اللب وماسك بودرة العفيت اللي بتقولك عليهم فلانة وعلانة، ولما تخافيش ده ماسك طبيعي صدقيني ما بيعملوش حاجة، بيعملوا حبوب وانسداد في المسام بس. والله ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. والله والله يا ست الكل انا غلبت معاهم، غلبت اقول بلاش الماسكات والعك اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا كل يوم ماسك جديد وكاكاديو النشا ترند شويه، اللي بانت ذكر ترند شويه، الخميره تطلع ترند شويه، البيض على طول ترند، معرفش ايه البيض في كل الماسكات. كل ده في احسن الاحوال مش هيعمل اي حاجه مفيده، وطبعا في اسوء الاحوال وده اللي بيحصل عند اغلبيه الناس هيزود لك حبوب وشك وهيعمل لك التهاب، مش حاجه مفيده الكلام ده، مفيهوش اي فايده. رابع غلطه وهي ان انت ما بتغسليش وشك صح. الله يخليك اغسلي وشك صح، يعني انت صرفه مكلفه، دفع غسول ودفع دم قلبك فيه ومش عارفه تغسليه صح؟ لو مش عارفه اكتبي لي في الكومنت وانا هقول لك ازاي. انا هقول لك ازاي تغسلي وشك صح ماشي، عشان في ناس كتير بقى بتتكلم في الموضوع ده. نغسل ايدينا الاول بالميه والصابون عشان لو في اي غواصب او تلوث في ايدينا نخلص منه. بنبل الوش بالميه، ناخد نقطه من الغسول ونرغيها كويس في ايدينا، بعدين نحط الغاوي على الوش ونشطفها في ساعتها. غسيل الوش كله على بعضه ما ياخدش اكتر من 30 ثانيه لدقيقه، ما نقعدش بقى ايه نسيب الغسول على وشنا 5 دقايق عشان يخش جوه المسام وينظفها ويطلع علينا الشوائب، الكلام ده كلام فاضي ومش بيأثر، بالعكس ده بيبوظ بشرتي اكتر. بتمسحي وشك بفوطه بقالك اسبوع بتستخدميها وبتقولي دي فوطتي الشخصيه. لا حبيبتي احنا وشنا ما بنمسحوش باي فوطه، عشان الفوطه دي عرضه للبكتيريا مهما كانت بتاعتك الشخصيه ومهما كان اي حاجه. استخدمي منديل، حل سهل وبسيط، اطلعي كده اغسلي وشك ونشفي المنديل. هو الاحسن فعلا ان احنا نستخدم مناديل وننشف وشنا طبطبه مش فرق، ما نقعدش نفوق في الوش كده. هاتي المعجون بتاعك وتعالي هخليك يا قمر وقشطه على العيد. يا ست الكل المعجون ده معجون سنان، اسنان مش رقبه، مش اسنان وسجن المقاطع بس يعني، ما مش ده هو مش موضوعنا. بس انت حطيها على رقبه الولا ليه؟ شايفه الرقبه دي كانت عامله ازاي؟ كانت عامله ازاي ايه؟ مدهونه ورنيش بني حضرتك.
يعني ده مش منظر اي مرض، يعني حتى ده مش كانسوزس نيجريكانس اللي هو غمقان الرقبه، مش هو ده شكله. انت دهناها ورنيش بني عشان لما تغسليها بالميه يروح فتبقى فتحت. يا دي هعمل لك وصفه وخلطه جميله جدا جدا. ليمون معجون وليمون في ايه؟ انت هو سيراميك انت عايزه تلمعيه؟ مالك يا ست كل في ايه؟ انت هتتحرق والله. هتشيل سواد الرقبه وسواد اي منطقه والاكواع والركبه في لو مهما كانت السواد بتاعها حتى ايا كان سواد. يعني بصي لو ايامك سوده هتبيض لو استخدمتي الوصفه. انا مدرك ان انتوا للاسف ممكن حد يتفرج على الفيديو ده ويصدق ويجرب وصفه زي كده، بس يعني معجون السنان والليمون على الجلد مباشره دي حاجه مش صح خالص، بالعكس ممكن تعمل التهاب تلامسي شديد، ممكن تعمل حرق كيميائي، وفي نفس الوقت غمقان الرقبه له اسباب وعلى حسب السبب بيتعالج. يعني لو كان اكانثوزيس نيجريكانس ده بيكون زياده في سمك طبقات الجلد مش صبغه حتى، وبيزيد اكتر لما الناس تقعد تفركه. يعني في ناس تفتكر ان دي قله نظافه في عضو يدعكوا رقبتهم بالليفه، ده بيزيد اكتر. مقفل لي يا ابني، قفل لي بقى، ما هو ليمون ومعجون على رقبه البني ادمين. قفل لي بقى الفيديو على كده عشان خلاص ما بقاش فيه صحه للكلام ده. اتمنى تكونوا استمتعتوا بعذابي. لو الفيديو ده عجبك الفيديو ده كمان اكيد هيعجبك، اشترك على القناة علشان لو عايز تشوفني بتعذب كتير زي ما شوفتني النهاردة. انا دكتور ايمن واتمنى دايما اشوفكم على خير.